معلومات الصراحة مهمة. شكرا أستاذ خلود الحرمي على هالنصائح هذه اللي قدمتيها لنا لأكيد مشاهدين شاي ضحى. وبالتأكيد ما شاء الله علينا يعني باستوديو شاي ضحى دائما يكون عندنا ضيفات متميزات، لكن إذا كانت الضيفة فعلا عندها اللي ممكن تعطيه للمشاهدين لما نتكلم عن أمور كثيرة تهم حياتنا. ضيفتنا سبق واستضفناها في شاي الضحى، بس لأن الموضوع جدا مهم وما أسعفنا الوقت اليوم راح نتكلم بشكل مفصل واستفادة أكثر للجميع، لأن الموضوع في وفرة مالية أو الثراء المالي مهم لكل عمر وحق كل بيت، وضروري أن احنا نصحح مفاهيم مالية عندنا، خاصة وأن مجتمعنا غني بأجواء الرفاهية اللي ممكن تضر إذا ما سوينا عليها كنترول. أنا أقول مو بس إنها تضر إنسان، ما أقول إن هي مغريات كثيرة طبعاً. عندنا بالحياة تخلينا إحنا ما ندخر هالفلوس هذه أو نستفيد أكيد. منها أكثر. أكيد طبعا أسمع. وإذا المرأة بعد من أشياء مهمة بوقتنا الحالي إن المرأة لازم يكون عندها الوعي المالي، والوعي المالي هذا راح نتعرف عليه أكثر مع ضيفتنا مريم دخيل، سيدة أعمال وكاتبة ومدربة في الوعي المالي. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة، نورتينا. يا هلا فيك، شكرا لك. يا أستاذة عندنا تقرير يخص هالموضوع، مشاهدينا راح نطلع هذا التقرير ونرجع لكم. يعني موضوع الصراحة جدا مهم ان احنا نستفيد منه، اصلا لما نيتي ذاك اليوم قلنا لك في وايد اسئلة ما كملنا معك اسئلة، يعطيك العافية حياك الله معنا في شيء. الله يسلمك يا رب، عافيك يا رب، وانا جاهزة الاسئلة. اكيد اكيد انت جاهزة ما شاء الله عليك. خلينا استاذة اول شيء نتكلم، يقولون ان نسبة البخل تزيد كل ما زادت نسبة الثراء، والعكس صحيح، يعني اذا كان الانسان يعني على قد حاله نقدر نقول يكون عنده كرم اكثر من الشخص الثري، هل هالمعلومه هذه يعني دقيقه فعلا؟ ابدا ما لها علاقه بالموضوع ولا لها علاقه بالصحه يعني. ولا انه مثلا ثري وعنده وايد فلوس يخاف على فلوسه؟ اي بس خليني اقول لك شغله مهمه وايد، اول شيء قبل ما احنا نقول ان هذا فقير او هذا غني او هذا بخيل او هذا كريم، في كل الاحوال الناس اصلا في الحياه مفاهيمها مختلفه. فمثلا ممكن يكون عند الناس مفهومهم حتى لو انت سويتي مثلا عزيمه او يمعه ويبتي مثلا انت اشياء حلوه، انت بوجهه نظرك ان هذا كافي، هذه الضيافه اللي انت متعلمه عليها انه كرم مثلا. اي انت بالنسبه لك هذا كرم. ممكن ناس ثانيين متعودين على تقديم اكثر يشوفون ان هذا بخل، فوجهه نظرنا في مساله البخل والتبذير هذه وجهه نظر خاصه بمفاهيم مختلفه بين كل انسان والثاني. غير صحيح ابدا ان الانسان اذا زاد ثراءه يزيد بخل، لان الموضوع مختلف، لان الثري لما يصير عنده وايد مال يقل شعوره بالحاجه، فهو لما يروح مثلا يبي يشتري شيء عاجبه في السوق ولا شيء هو ما عنده حاجه له، فتلاقينا يطالع عدل ابيه ما ابيه يعني، فتلقانا مو متسرع في القرار، عكس لما الانسان يكون حالته الماديه اقل، كل شيء محتاجه، كل شيء خاطره فيه، كل شيء وده فيه، فالناس يتهيأ لها انهم اكثر يعني كرم على نفسهم، لا لا هم هذا قاعد ينطلق من منطلق مشاعر حاجه، عشان كذي ما هي الفكره هذه مو صحيحه نهائيا. بالكلام عن المشاعر استاذه، في ناس عندهم مشاعر خوف، يعني من يقرب معاشه يخلص تلقينها يعني تحاتي وتتوتر، او يعني اذا خلص معاشه يعني مثل تدش بمشكله كبيره. وفي ناس بالعكس يمكن ما عنده فلوس وايد كلش ومرتاح ومستانس وما يحاتي الموضوع هذا. شنو رايك بالموضوع هذا، او ليش الاسباب الفروقات بين الاشخاص هذه؟ طيب خلينا نقول شغله وايد مهمه، المال شيء مهم وعنصر مهم في حياه الانسان، يعني ما حد يقدر ينكر في الدنيا كلها ان الفلوس مو مهمه، هذه ما حد يقدر ينكرها. احنا لو ما الفلوس ما عندنا بيت ننام فيه، ما عندنا ملابس نلبسها، ما عندنا حياه نعيشها بالطريقه اللي احنا نحبها، فوجود المال في حياتك هذا شيء اساسي ومهم. مساله ان يعني ان بعضهم ما يهتم ان هو ما عنده فلوس، ما اعرف، بس انا بالنسبه لي هذول الناس يعني نوعا ما اعتبرهم كيرلس، لانه وايد مهم انه يكون عنده فلوس، لكن مهم مو بدرجه انه تصير حاجتك للفلوس او طلبك للفلوس سبب تعاستك. التوازن هو المهم، يعني مو صح ان احنا نكون وايد متعلقين وكلنا حاسين بحاجه وكلنا بفلوس وليل نهار نشتغل بس عشان نسوي فلوس، ومو صح ان احنا ما نهتم لوجود الفلوس. طيب ليش الفلوس مهمه؟ لان انا وانتي وانتي كلنا عندنا شيء نقدمه في الدنيا، يعني انتي تحبين تقدمين مثلا الجمال حق الناس، فانتي تحتاجين فلوس تساعدك ان انت تقدمين الخدمه اللي انت تقدمينها حق الناس حق الدنيا. فالفلوس عامل مساعد للانسان على ان الانسان يحقق خدمه مهمه في هذه الحياه. فمساله ان احنا ما نهتم ان ما عندنا فلوس وان اكثر سعاده، انا ما اشوف انه راح يكون اكثر سعاده، يعني يمكن هو اذا كان نتكلم عن حاله فرديه، لكن
هذا لما يصير عنده اسره، لما يصير عنده طفل يبي حاجات ما راح يكون سعيد، انا اكد لك انه ما راح يكون سعيد. لما يكون عنده زوجه تبي طلبات وتبي بيت تبي مكان، 100% هذا الانسان ما راح يكون سعيد. فوجهه نظري ان التوازن هو الحل، لا احنا نكون حيل متعلقين في طلب المال ولا احنا نكون غير مهتمين بالمال، لان نحتاج ان احنا نهتم بالمال. نعم، في موضوع بعد استاذه يعني وايد حلو لما نتكلم عن المظاهر وايضا المال. يعني مرات تشوفين ان الاشخاص الاثرياء لبسهم بسيط وعادي ويلبسون يعني حتى من ماركات عاديه، والعكس صحيح، شخص على قد حاله تلقينا يعني ما يلبس اي شيء ويروح افخم المحلات ويمكن الراتب كله يروح على بدله او مثلا المراه على جنطه. فهل الامور هذه كلها بالنسبه للمظاهر ايش كثر هي مرتبطه بالمال وايش كثر هي مثل ما قلتي انها حاجات الناس تحس انها هي محتاجه هالشيء، مع ان هي الاشياء ترى مو ضروريه جدا، اشياء عاديه. صحيح. خليني أقول لك شغلة وايد حلوة. أنا في قبل تقريبا سنة رحت الهند، ويعني قابلت شخصية من الشخصيات الثرية في الهند، وكان عرس ولده حضرته. فكان من أبرز الشيء اللي أنا شفته وتعلمته هناك أن هذا الشخص كان غير مهتم بشكل يعني ما تخيلينه، مو مهتم لا بالماركات ولا باللبس. وبيته لو تشوفينه هو، أنا عارف هو شنو يملك وعارف هو شنو يقدر يسوي بيته، يعني ما أقول لك أنه عادي لكن قصر، لكن تعرفين اللي مو متجدد، مو كشخة، مو بالشكل الجديد والحديث. الإنسان هذا لما قابلته كانت عندي وجهة النظر هذه أن الأثرياء ما يحبون يصرفون وايد على هالأشياء، وجهة نظر شخصية. لما قابلت أخوه لقيت الشخص، يعني هو أخوه تخيله، يعني متربين بنفس البيئة ونفس المجتمع، وأيضا ثري نفس ثراء أخوه ما يعلى عنه، ويمكن ترى على فكرة الأول أكثر ثراء، أنا أدري بهالشيء. تخيلي الثاني ما قبل يبني بيته إلا على قمة جبل في كشمير، ولو تشوفين المنظر اللي ورانيا بالصور يعني كان رهيب، ما يقبل إلا هذه الحياة وهذا الليفل. سيارته لما طلع من العرس كانت روز، كان يعني تعرفين اللي لبسه كان من فوق لتحت كله ماركات. لما وصلت حق الجزئية أو السبب الرئيسي، أن الثراء يختلف عن الرفاهية، هذه قيمة وهذه قيمة ثانية. علشان كذي تلقين في إنسان فقير بس هو عنده قيمة الرفاهية، وده يصير عايش حياة الرفاهية، بدل يعني إيه هو يكون صحيح ومو صحيح. صحيح لو كنتي تعملين هذا الشيء باتزان مع ميزانية محددة. فأنت مثلا لو قدرت أنك تجمعين من ادخارك سنة كاملة وتشترين جنطة بخاطرك، ترى هو هني يكون صحيح، هو ما يكون خطأ. متى يكون خطأ؟ لما يصير أنا أسويه عشان الناس مو عشان نفسي. لما أنا أشتري الجنطة الفلانية مو عشان أنا أحبها، عشان الناس يقولون أن فلانة عندها هذه الجنطة كشخة أو تسوي وتلبس ماركات وكذي، هني يصير خطأ. الأمر الثاني لما يرهقني ماليا، لما أكون أنا ما أملك فلوسه ولا عندي القدرة المادية أني أنا يعني أدفع الفلوس هذه أو المبلغ هذا على جنطة ولا على أي شيء ولا عقد ألماس ولا غيره، وأروح مع هذا أروح أحاول أني أنا أدفع هالمبالغ، هني يكون خاطئ ويكون تصرف غير صحيح. وغالبا هني شو يسوي بالإنسان بعد ما يدفعه؟ يحس بندم، ترى يحس متحسف، وشعور الندم أنت مو متصورة شنو ممكن يسوي في الثراء المالي، وايد مؤثر. زين استاذه، مثل ما قلتي ان بعض الاحيان الشخص يصرف باشياء فوق حاجته او انه يعني فوق مقدرته، زين ممكن يشعر بالندم. ني حق المراه، اذا كانت المراه هي اللي شرت الجنطه هذه وخلت بميزانيه البيت، فدائما نشوف بعض الاحيان ان المراه تكون هي متطلبه زياده عن اللزوم وترهق ميزانيه البيت، وبالعكس بعض الاحيان نشوف ان المراه هي شايله البيت كله وقاعد تسدد التزاماته. صحيح. نتكلم عن الموضوع هذا ورايك بالطريقه هذه وشلون الطريقه ان الوحده تكون ماسكه زمام الامور ببيتها. طيب خليني اقول لك قصه اول شيء وايد راح تساعدنا على اننا نفهم ليش قاعد يصير هذا الخلاف. اول شيء خليني اقول لك، طبعا الناس نسبه كبيره منها فاهمه ان الطلاق سببه يعني خيانات، او اكثر نسب الطلاق سببها خيانات او عنف لفظي او جسدي محدده في دراسات حتى، لكن في دراسات تقول لك ان اكثر نسبه طلاق سببها الخلافات الماليه. فيعني الجزء المالي مهم جدا في حياه الزوجين. لكن اللي احنا ما عرفناه، يمكن انا ما عرفته الا من فتره قريبه، ان في شيء اسمه مرجعيه الشخص او ماضي الإنسان، هذا وايد مؤثر في تكوين مفهوم الثراء. فخلنا أقول لك قصة لكاتب كتاب اسمه أسرار عقلية المليونير، اسمه تي هارف إيكر. قال في قصته أنه كان عنده خلافات وايد مع زوجته في المال. فزوجته كانت يعني تقول له قصصها وتقول له ماضيها، أنها وهي صغيرة تروح حق أمها
وتقول حق امها ان هي تبي تشتري ايس كريم، فامها تقول لها روحي حق ابوك. فالقصه يمكن انا ما سمعتها قلت شنو فيها القصه؟ أي. عادي يعني احنا كلنا احنا ياهال نروح نركض قلنا روحوا حق امك حق خالي عادي يعني. فكان في يعني تحليل عميق حق هالموضوع. احنا واحنا صغار تتكون هناك عندنا الصوره الاساسيه للثراء. هي شنو تكون عندها؟ ان المراه ما تصرف، وان اذا تبين فلوس وين تروحين؟ تروحين حق الريال. صح. اي فهي لما تتزوج شنو تبي؟ اي نوع من الريايل تبي؟ تبي الريال اللي هو يصرف عليها. ولاحظي انه يقول لك كلمه ان الايس كريم، احنا نقول ان ايس كريم عادي طفله تبي ايس كريم، بس يرمز لشنو؟ يرمز للرفاهيه. لانه هو مو شيء اساسي مثل الاكل العادي. فشنو يصير؟ تصير هذه المراه تكبر على مفهوم ان تبي زوجها يشتري لها الجنطه اللي هي تبيها، تبي زوجها يشتري لها اشياء فيها رفاهيه، مع ان حتى في الاسلام الزوج مطلوب منه ترى فقط الامور الاساسيه، مطلوب منه بس انه يوفر لك البيت، الماكل والمسكن، حتى لو توجهتي شويه للقانون راح تلقين ان القانون ترى ما يلزمه الا في هذه الامور الاساسيه، هو مو ملزوم بنوع الجناط اللي انت تبينها او نوع السفرات اللي تبينها، هذه الرفاهيه مو مطلوب منها نهائيا الزوج. هذا شكل للناس او للنساء كثير فكر خاطئ ان هي مو لازم تكون ثريه، مع ان ترى هذا عكس نموذج حتى الاسلام، لو جينا نطالع قصه الرسول عليه الصلاه والسلام مع السيده خديجه رضي الله عنها، ترى هي كانت غنيه. صح. هي اصلا كانت ثريه، والرسول عليه الصلاه والسلام في هذيك الفتره ما كان انسان ثري. فلاحظي ان هي ثريه وهو كان يعني وضعه المادي عادي اقل منها، الا ان هي راحت طلبت منه الزواج. فلاحظي ان شلون هذه ترى قصه قويه لنا، المفروض تكون نموذج لنا كنساء ان انا مو دائما اعتمد على الرجل او على الزوج في مساله تكوين الثراء، لان المراه تقدر تصنع ثروتها الخاصه بنفسها. صحيح. وما شاء الله يعني الحين استاذه قلنا نشوف يعني المراه يعني عامله تصرف على نفسها، ايضا في كثير من السيدات يصرفون حتى على اسرهم، والموضوع ما هو مقتصر على المراه ولا الرجل، والمشاركه بالحياه يعني هي اللي صحيح. تصنع كل شيء حلو وجميل ايضا، وشلون هم ممكن يعيلون اسرهم ايضا، ومشاركه المراه مع الرجل هذا صار شيء يعني عند المجتمعات اساسي ان تكون المراه موظفه حتى. يعطيك الف عافيه، شكرا عافية. على حضورك معنا اليوم في شاي طح، استمتعنا جدا معك، كلامك وايد حلو الصراحه، وخصوصا القصص اللي تقولينها. حبيبتي شكرا لك، وانا سعيده جدا، ويعني ان شاء الله نقول للنساء كلها تكون يعني مثلنا ومحققه النجاح اللي هي تبيه وتحقق الثراء المالي اللي هي تبيه. يعطيك العافيه استاذه، ان شاء الله راح نقتدي بالاشياء هذه كلها ونستفيد منها. شكرا لك، يعطيك العافيه، وايضا نشكر كل الساده المشاهدين لمتابعتهم لنا اليوم في حلقه شاي الضحى، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كميه المعلومات من ضيوفنا. شكرا انسام. شكرا اسماء، شكرا مشاهدينا، ونشوفكم ان شاء الله بحلقات جايه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ومع السلامه. مع السلامه.